يعد الأنتيك من الكماليات المهمة لروعة ديكور المنزل واكتمال أناقته، ومن المشاريع النادرة أيضاً. فنجد أشخاص يستهون شراء وجمع قطع الأنتيك ووضعها في محال والاحتفاظ بقطعة تاريخية، وأيضاً هناك من يستخدمونها للبيع أو الاقتناء. ومن العقبة نعرض لكم هذه القصة. أنا طلال الطويل، بلشت يمكن من سنة بالهاند ميد، بالأشغال اليدوية، بشتغل بالخرز والهيك شغلات، مسابح، طواق. فهي صارت يعني هي كانت مزحة معي الموضوع، فصار جد، لأنه يعني صاحباتي وخواتي والكل صار يحب يشوف شغلي. يعني طبعا لا تدربت ولا ماخذ ولا أي شيء، كله هي مجرد هواية. فمع الأيام يعني من سنة لليوم الحمد لله يعني صار بالعكس، إيدي أخذت على الشغل وصار يعني كثير وضعي منيح. وبالنسبة لمشروع، طبعا أنا مشروع الهاند ميد هو المسك الأشغال اليدوية. فممكن من فترة بالعيد لما نزلنا على إربد، فهي صارت مزحة أنه كنا محل أنتيكة نشتري وهيك. أنا وجوزي طبعا بنحب كثير الأنتيكة، فبحكي لي انه نشتري شويه اشياء ونبيع على طريق الصفحه تاعيتك ومن هذا. فانه شوي شوي ولا احنا مشتريين، ما شاء الله يعني الحمد لله يا ربي كله بفضل رب العالمين. اشترينا مجموعه اشياء من اجينا هون على العقبه، فهيك كان في محلات في عليها مزاد بسبب كورونا وهيك، فننازل شوي اسعار. هي نفس الإشي صارت مزحة إنه نستأجر محل ما نستأجر محل، فاستأجرت هذا المحل. إجت فكرة إنشاء محل أنتيكة في العقبة، كونه ما في يعني في العقبة ما شاهدت محل في الأعمال الأنتيكة زي هيك نهائيا. والفكرة يعني إجت كفكرة إن إحنا يعني عندنا هواية في الأنتيكة، منحب القطع المميزة، القطع الحلوة تكون في بيت الإنسان. فعجبنا بهاي الفكرة، طورناها أنا وزوجتي على أساس أن نفتح محل في العقبة. اخترنا مكان يعني مش على أساس أن نشتغل عن طريق الصفحة تمويل، برضو في تجار إن أصحاب إن من خارج البلاد تواصلنا معهم على أساس يدعمونا في هاي القطع، لهم محلات تواصلوا معنا دعمونا وقفوا معنا أعطونا أسعار تشجيعية في البداية على أساس أن هاي الفكرة تنجح في العقبة ويزودونا في قطع فيما بعد. في المستقبل ممكن احنا نحصل على مثلا نجيب مباشره نشحن من بلاد الاوروبيه حاويات على العقبه، كون العقبه يعني ما فيها جمرك، بيكون برضه وفرنا احنا بنفس الوقت على حالنا من التكلفه ومن الجهد ومن التعب، وبنفس الوقت بتكون اسعار اقل شوي كونه ما في العقبه ما فيها مش منطقه يعني ما فيها جمرك. طبعا بضاعتي كلها اوروبا، وارد اوروبا يعني من اكثر من مكان، هولندا، فرنسا، في اكثر، كل قطعه لها مكان. فتحنا هذا المحل الحمد لله يا ربي، فهينا لساتنا انا وجوزي بنشتغل فيه، ان شاء الله الافتتاحي رح يكون بدايه الاسبوع الجاي. طبعا بدك تعرفي انه احنا اخذنا محل في وش شيء، عملنا ديكورات انا وياه مع بعض، رتبنا قطعنا، يعني احنا صار لنا اسبوع بلشانين فيه انا وياه، بنحط اشياء انا بنرتب. يعني هي صفت انه شغلتنا هوايتنا اكثر من انه احنا مهتمين بالبيع او احنا مهتمين نعرض شيء حلو للناس. لانه بصراحه فخامه الاوروبي والانتيكه يعني ما في مجال تتقارن بأي شيء. فأنا كل إنسان أتوقع فيش حد ما بحب فيه قطعة مميزة ببيته، يعني بتمنى أنه يكون مشروع ناجح إله للمستقبل. بتمنى يا ربي أنه يكون يعني كل الدعم من الأفراد كلياتهم وأنه ينال إعجاب الجميع.